نناقش مشاهدينا كل تطورات الوضع في الضفة الغربية ومآلاته مع ضيفنا من عمان السيد معين طاهر، باحث في المركز العربي للأبحاث. أهلا وسهلا بك معنا السيد معين. في البداية، ما الذي نعرفه عن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية المعتمدة اليوم في الضفة الغربية بالتزامن مع حربها المستمرة في قطاع غزة؟ مساء الخير. نعم، هنالك تصاعد كبير للعمليات في الضفة الغربية، تصاعد كبير لمحاولات القوات الإسرائيلية للسيطرة على الوضع في الضفة الغربية. يوميا يتم عمليات اقتحام للقرى، للمدن، للمخيمات. لم ينجو على ما أعتقد لا قرية ولا مدينة ولا مخيم في الضفة الغربية منذ 27 أول أكتوبر من مثل هذه العملية، والتي تستهدف اعتقال ناشطين ليسوا بالضرورة أن يكونوا مقاومين. هنالك الآن قرابة 3800 معتقل فلسطيني تم اعتقالهم منذ 27 أول أكتوبر، وصدر بحق بعضهم أحكام إدارية، وما زال البعض الآخر قيد التحقيق، وهنالك البعض قد قتل خلال التحقيق خلال الأيام الأولى من استجوابه في دوائر المخابرات الصهيونية. كذلك هنالك اقتحامات تستهدف قتل مقاومين، وليس حتى مجرد اعتقالهم، حتى لو قام هذا المقاوم بالاستسلام عند مباغتته أو عند مفاجأته أو بعد نفاذ ذخيرته وخرج رافعا يديه، شاهدنا شهادات عن كيف تطلق القوات الإسرائيلية النار عليه وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه حتى يتم التأكد من استشهاده. إذن هنالك عمليات إعدام ميدانية تمت للمقاومين في مواقع عدة في داخل الضفة الغربية. السلطات الصهيونية تخشى من أن يتسع نطاق هذه العمليات وأن يتسع نطاق المقاومة، سواء كانت المقاومة الجماهيرية عبر التظاهرات أو عبر التجمع على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، رشق السيارات المارة العسكرية المارة بالحجارة، أو عبر التصدي لقطعان المستوطنين الذين زاد تغولهم على القرى الفلسطينية بحماية ورعاية الجيش الإسرائيلي. شاهدنا ذلك في برقة على سبيل المثال، ونشاهد ذلك باستمرار في حوارة وفي بيتا، حيث يقعان على أحد الطرق الرئيسية للمستوطنات المؤدية إلى المستوطنات هل الإسرائيلية. هل نفهم من كلامك سيد معين بأن إسرائيل غير معنية بفتح هذه الجبهة الآن؟ لا، هي معنية بالسيطرة التامة عليها، هي معنية بإرهاب المواطنين الفلسطينيين، بالتضييق عليهم، بمنعهم من الحركة. المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية منذ 27 أول أكتوبر يخشون فعلا التنقل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية، لأنهم يتعرضون إلى اعتداءات، إما اعتداءات من الجيش الإسرائيلي أو اعتداءات من المستوطنين المسلحين. نحن نعرف أن بن غفير باعتباره وزيرا للأمن القومي قام بتسليح عشرات الآلاف من المستوطنين، وهؤلاء يقومون بنصب الحواجز العشوائية، برشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة، بإيقاف هذه السيارات، بإنزالهم من مركباتهم وبالاعتداء عليهم. الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يحاولون إرهاب الفلسطينيون في الضفة الغربية لمنعهم من التحرك، لمنعهم من تأييد ونصرة غزة في هذه الحرب. وبالمقابل المقاومة الفلسطينية، المقاومون الفلسطينيون قاموا بتكثيف نشاطهم، بتكثيف عملياتهم على الحواجز الإسرائيلية، وهي عمليات يعني ذات طبيعتين مختلفتين. بعضها عمليات منظمة من خلايا مدربة تدريبا كافية، وتقوم بعملياتها إما في مناطق 1948 أو في القدس أو على المركبات العسكرية الإسرائيلية. البعض الآخر من يعني وحدات مثل كتيبة جنين أو عرين الأسود وما إلى ذلك، يقومون بمهاجمة الحواجز العسكرية الإسرائيلية وإطلاق النار، وهي عمليات في طبيعتها عام
تستهدف يعني إرباك الجيش الإسرائيلي، دفعه إلى تعزيز قواته، دفعه إلى إبقاء قوات كبيرة في الضفة، الغربية المحتلة. طيب، إذا كانت إسرائيل لا ترغب في اشتعال هذه الجبهة وتود تحييدها، هي تعتمد هذه الاستراتيجية استراتيجية جز العشب التي تربى عليها أو تربت عليها المؤسسة العسكرية والسياسية منذ أيام بن غوريون، واعتمدتها في فترات سابقة وبالتحديد في السنوات القليلة الماضية في الضفة الغربية. ما الذي تحقق من هذه الاستراتيجية؟ هل هناك فشل أيضا في الضفة الغربية اليوم؟ نعم، فشل ذريع. إسرائيل في السابق كانت تقوم بمثل هذه الاستراتيجية، كانت تعتمد أيضا على أجهزة التنسيق الأمني الفلسطينية بهذا الاتجاه، وهذا أدى في الحقيقة إلى وجود مجموعات كبيرة من المطاردين، سواء كانوا مطاردون لأجهزة الأمن الإسرائيلية أم لأجهزة الأمن الفلسطينية. هؤلاء المطاردون تمكنت حركات مثل الجهاد الإسلامي، مثل كتائب القسام، من استيعابهم دون، ولم يكن هنالك شرطا بالضرورة أن ينضموا لا إلى سرايا القدس ولا إلى كتائب القسام. تم يعني محاولة لاحتضانهم، وذلك تم في عرين الأسود، تم في كتيبة جنين، وتم في مناطق أخرى. يعني تم تزويدهم بوسائل قتالية، تم تدريبهم، ولكن يلاحظ أنه بالفترات الأولى يعني لم يكن المستوى الإنجاز عالي بحكم هذه التعددية، بحكم مجيئهم من يعني مواقع مختلفة، تفاوت في مستويات التدريب، تفاوت في مستويات الانضباط، جهل بطريقة التعامل الأمني. كذلك دخلت أجهزة الأمن الفلسطينية على الخط وقامت بمحاولة لإغراء بعض المقاومين بأن بإمكانهم مقابل تسليم أنفسهم لأجهزة الأمن أن يحصلوا على عفو إسرائيلي بعد قضاء بضعة أشهر يعني في السجون السلطة الفلسطينية، لكن هذه المحاولات سرعان ما انكشفت ولم تثمر في الحقيقة. وحدث في بعض المناطق مثل مخيم جنين على سبيل المثال، الذي أعتبره أنا النموذج الأنجح، صحيح. أنه تم استيعاب مختلف القوى وشاركت بما في ذلك قيادات من حركة فتح، على ربما في مقدمتها عضو المجلس الثوري الأخ جمال إحويل، المطارد أيضا من الجيش الإسرائيلي وربما من أجهزة الأمن الفلسطينية. قاموا ب يعني توحيد كل القوى المقاومة في المخيم وبالتصدي المنظم للاجتياحات الصهيونية عليه. هذا أدى إلى ارتقاء في هذه الحالة إلى مستوى نضالي أفضل بكثير من بداياته الأولى. بما أنك ذكرت سيد معين قوات الأمن الفلسطينية، هل فقدت إسرائيل دون رجعة آخر الضمانات التي كانت تعتمد عليها في تحييد هذه الجبهة، أم ما يزال هناك فرصة لاستدراك الوضع؟ يعني أنا أظن يعني ندرك جميعا ما قاله المبعوث الأمريكي، ما قاله بلينكين، ما قاله حتى جو بايدن، أنه يريد أن يكون هنالك دور للسلطة الفلسطينية، ولكن قال بعد إعادة تجديدها. ماذا يعني إعادة تجديدها؟ قال أن علينا أن نقوم بمثلا محاربة الفساد، والفساد بالمناسبة إذا كان موجودا بالسلطة فهو من صنع الاحتلال وهو من إغراءات الاحتلال لبعض المتعاونين معه، هو ليس شيئا نابعا من طبيعة السلطة بذاتها، وإنما نابع من طبيعة التعاون ما بين أجهزة في السلطة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وقال بأنه ينبغي إعادة تأهيل وتدريب قوات الأمن الفلسطينية مرة أخرى من جديد. هذا هم يحسبونه لليوم التالي لما بعد الحرب، وتسربت أنباء عن خطة بريطانية للقيام بذلك
بعد أن كان عقب الانتفاضة الثانية كلنا عرفنا بخطة الجنرال الأمريكي دايتون الذي قام بإعادة تأهيل هذه القوات. وبالمناسبة حتى في أوج صفقة ترامب وفي توتر العلاقات الفلسطينية السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية لم يتوقف هذا التنسيق الأمني إطلاقا، واستمرت دورات الأفراد والضباط الفلسطينيون في الذهاب إلى الولايات المتحدة، واستمر الدعم الأمني من الولايات المتحدة ومن الجانب الإسرائيلي لأجهزة الأمن طيب الفلسطينية. لا شك الآن أنه في هذه المرحلة قد يكون هذا قد تراجع بعض الشيء، ولكنني أعتقد أنه أو أخشى أن يكون هذا تراجع مؤقت استعدادا لما يمكن أن يحدث من ترتيبات في اليوم التالي لما بعد الحرب. بينما ما تزال السلطة الفلسطينية مشغلة بموضوع التجديد من عدمه، هناك اتساع لرقعة المقاومة وانضمام فصائل جديدة وأخرى ولدت حديثا. نتحدث عن شهداء الأقصى، عرين الأسود، سرايا القدس، كتيبة جنين بالتحديد، كتيبة العياش ومجموعات أخرى مقاومة للاحتلال. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن هذا الموضوع ويقول بأن هناك تطور كبير في أعمال المقاومة في الضفة الغربية. أمام كل ذلك، ما احتمالات التصعيد بتقديرك؟ نعم، الإعلام الإسرائيلي يركز على أن الطوفان القادم، إشارة إلى طوفان الأقصى في قطاع غزة، سيكون في الضفة الغربية، وهذا شيء في الحقيقة متوقع لأن لكل فعل رد فعل. اعتداءات المستوطنين، اعتداءات الجيش الإسرائيلي، التوسع في المستوطنات، قضم الأراضي الفلسطينية، منع المزارعين الفلسطينيين من جني محاصيلهم، من قطف ثمار الزيتون، من الاقتراب من أراضيهم وحراستها، قطع الطرق، منع التواصل بين المدن الفلسطينية. هذا كله سيؤدي إلى انفجار بطبيعة الحال. هذا الوضع لا يمكن أن يدوم، وهذا متوقع ومرشح في أي لحظة في الحقيقة. أضفي إلى ذلك أن ما يحدث في غزة بالتأكيد سيكون له انعكاسات كبرى على الوضع في الضفة الغربية يفوق ما نشاهده حاليا، ولهذا يقوم الإسرائيليون باعتقال الناشطين، سواء كانوا ناشطين في المقاومة أم في العمل الجماهيري أم في العمل الشعبي. يعني نحو 4000 معتقل أو 3800 معتقل حتى الآن، وفي كل يوم يتم اعتقال من 20 إلى 40 معتقل فلسطيني جديد. يعني يوميا هذا الكلام يحدث، ويوميا يسقط شهداء فلسطينيون في داخل الضفة طيب الغربية. في ظل غياب سيد معين نقطة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، في ظل غياب الإرادة السياسية بالفعل في الضفة الغربية لتجاوز الاحتلال أو التعامل معه، ما مصير المقاومة؟ يعني على حسب الإحصائيات التي خرجت، وآخرها المؤشر العربي وقبله الإحصاء الذي قام به المركز الذي يديره الأستاذ خليل الشقاقي، 95% من الفلسطينيون في الضفة الغربية يؤيدون المقاومة الفلسطينية. هذه نسبة لم تحدث سابقا، ونسبة تشابهها تقريبا تطالب برحيل الرئيس محمود عباس. هذه الاستطلاعات تعبر عن رأي عام ينبغي الانتباه إليه وأخذه بعين الاعتبار. وبالمناسبة نسبة تأييد المقاومة في الضفة الغربية تفوق نسبة تأييدها حتى في قطاع غزة، ولربما هذا عائد إلى حجم المعاناة الإنسانية يعني التي يعاني منها المدنيون هناك. هذا مؤشر على أن السلطة الفلسطينية إذا أرادت أن تبقى وأن تحوز على رضا جمهورها عليها أن تغير تماما من نمطها السياسي الحالي، عليها أن تعيد النظر بالعملية السياسية مختل تماما، عليها ألا تشتري الوهم الذي يحاول جو بايدن أن يبيعها إياه بأنه سوف يقوم مرة أخرى من جديد بإحياء ما أسماه بحل الدولتين. لا 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 أريد أن أقول هنا أن عليها أن تقول نحن نرفض حل الدولتين، ربما هذا الحل يحظى بنوع من الإجماع الغربي منذ أن استخدمه بيل كلينتون في عام 2000 لدى مفاوضات الحل النهائي، لكنه عمليا أصبح دي عبارة عن ديباجة في البيانات الرسمية، ولا يوجد له أي تفعيل على الأرض منذ أكثر من ربع قرن في الحقيقة. لكن على السلطة الفلسطينية على الأقل أن تبدأ
في تناول هذا الموضوع من زاوية أخرى مختلفة. الفيتناميون والجزائريون عندما فاوضوا لم يفاوضوا على مبدأ الاستقلال، لم يفاوضوا على مبدأ جلاء القوات الأجنبية، فاوضوا على برنامج زمني لتنفيذ مثل هذا البرنامج. صحيح. لذلك على السلطة الفلسطينية ألا تدعو كما قال الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي طيب وإلى العودة سيد إلى معين، باختصار المفاوضات. أعود معك إلى موضوع تقرير الشباك الذي قدم إلى المستوى السياسي تحديدا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يحذره باندلاع وشيك للأوضاع في الضفة الغربية. المعروف والمعلوم بأن الضفة الغربية مشتعلة منذ فترة، لماذا الآن وصلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى هذا الاستنتاج بتقديره؟ لا، أولا نتيجة تأثر الأوضاع بقطاع غزة، يعني الضفة الغربية تتأثر بلا شك في هذا الموضوع. في الانتفاضة الأولى خرجت بعد أن تم دهس عدد من العمال الفلسطينيين بشاحنة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، فانضفضت الضفة الغربية كلها وانضفضت فلسطين بأسرها. هذا ما حدث وهذا ما يحدث الآن. الشباك يحذر الآن نتيجة تصاعد مستوى العمليات، نتيجة المداهمات العسكرية الإسرائيلية للمدن والمخيمات، واكتشافه نتيجة حجم المعتقلين الكبير، وربما يعني نتيجة وسائل أخرى، اكتشافه أن المقاومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية لم تكن أيضا كامنة تماما كما حدث الوضع في قطاع غزة. المقاومة في قطاع غزة لم تكن كامنة، كانت تعمل وتستعد من تحت الأرض، ويبدو أنه بدأت تتوفر لديه مجموعة من الخيوط تقول أن هنالك استعداد ل يعني أعمال أكبر في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة. والأهم أنه نتيجة لما حدث في قطاع غزة ونتيجة لعدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فهنالك حاضنة شعبية كبيرة تستطيع أن تحتضن المقاومة في الضفة الغربية كما احتضنتها في قطاع غزة، وربما يزيد عن ذلك. شكرا جزيلا لك من عمان السيد معين الطاهر، باحث في المركز العربي للأبحاث.